السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو انا جيت احط باركينج على باركينج والارض كانت ايه المشكلة وازاي نحلها. طيب دلوقتي انا هرسم الارضية من اركتكتشر وهبدأ اقول له انا عايز ارسم فلور بهي بالشكل دوت واقول له اوكي، وبعد كده هقول له موديفاي سب اليمنت واعمل سيلكت مثلا على دوت واقول له ده 1200 وادوس انتر. تمام. طيب لو انا جيت ابص كده في 3D الاقي الميل اهو. طيب دلوقتي بقى انا عايز ابدا احط الباركينج، فباجي هنا من ماسنج اند سايت واقول له كار باركينج، لو مش موجوده بقول له فاملي وبدخل في السايت باركينج، وبعد كده باخد العلامه وابدا احطها اهيت. طيب لما تيجي تبص كده عليها هتلاقي ان هي مش ماشيه مع الارضيه، بتلاقي في اغلب اللوح اللي بتجي لنا بتبقى فيها المشكله دي، انها ماشيه فيرتيكال مش واخده بالها من ان الهوست بتاعها في ميل. طب اعمل ايه؟ هدخل ايديت فاميلي وهدخل هنا من الفاميلي كاتيجوري اند بارامترز وهشيل العلامه من الوز فيرتيكال واقول له اوكي واقول له لود انتو بروجكت واقول له اوكي اوفر رايت. خلاص المشكلة اتحلت وهو الباركينج ماشي مع الفلور بدون اي مشاكل خالص.